بدأ الجيش المصري يستعد لخوض ذمار معركة دير سنين التي تقع شمال غزة بحوالي 12 كيلومترا. فكانت السيارات المصفحة رابضة في انتظار أوامر الهجوم، وكانت المدفعية المصرية على أهبة الاستعداد في انتظار الأوامر تمهيدا لهجوم المشاة. وفي نقطة الملاحظة الأمامية جلس سعادة اللواء أحمد محمد علي المواوي بيك قائد قوات الجيش المصري المحارب في فلسطين، يراقب مستعمرة دير سنيد ويصدر أوامره وحوله هيئة أركان الحرب، بينما كان بعض ضباط رئاسة القوات يتسللون لمراقبة ضرب المدفعية المصرية التي أخذ ضباطها يحددون على تخت المدفعية المواقع التي سيصلونها وابنا من القنابل المدمرة. ضباط وجنود المدفعية كل يجلس في مكانه في انتظار صدور الأمر ببدء المعركة. صدرت أوامر القائد، فانطلقت المدفعية الجبارة تشعل الجحيم وتنسف الموانع والاستحكامات التي يحتمي خلفها الصهيونيون. هيئة أركان الحرب تراقب سير المعركة. لما حانت ساعة الهجوم جلس المواوي بيك في عربة اللاسلكي يأمر وحدات المشاة لاحتلال مستعمرة دير سنيد التي لم تستطع الصمود أمام قوة الجيش المصري الظافر. بدأ الهجوم. موجة من السيارات المصفحة يحتمي خلفها جنود المشاة، تليها الحمالات ذات المدافع الرشاشة فجنود المشاة المنتشرة الزاحفة. نرى من أعلى هذا المنظر أحد الحصون التي دمرتها المدفعية. وصادفت القوات المهاجمة بعض الموانع، فقامت جنود من سلاح المهندسين الملكي بإبادتها، وهكذا تتعاون كل أسلحة الجيش المصري للحصول على النصر. ومرت ساعة واوي بيك يهنئ قائد الكتيبة ويقبل أول ضابط كان على رأس أول فصيلة احتلت المستعمرة لأهدافها، ثم لم يترك ركن في دير سنيد دون أن يلحقه التخريب والدمار. ها هي مساكن الصهيونيين وقد اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، تركها أهلها للبوم ينعق فيها بعد أن لاقوا مصيرهم المشؤوم جزاء ما سولت لهم أنفسهم. وهو خزان المياه وقد حيته مدفعيتنا التحية اللائقة، حوض لخزن المياه اختلطت ماؤه بدماء القتلى من الصهيونيين، مخزن تحت الأرض كان مخصصا لخزن المؤن والزخائر، مطبخ المستعمرة، وهذا مطعمها.
وهذه أصناف الطعام وقد تركت من هول الفزع دون أن تؤكل. معهد موسيقي قد انتصرت آلاته بعد أن أخمدت أنغامه. دجاج كان مزمعا أكله، ولكن العلم المصري الذي لا يقهر يخفق عاليا فوق خزان المياه المرتفع الذي كان الصهيونيون يراقبون منه تقدم قواتنا، فحيتهم مدفعيتنا بهذه الآثار الظاهرة في الخزان والتي أودت بهم وطهرت جانبا من أرض السلام من وجودهم. وما فتئ رجال المدفعية المضادة للطائرات ساهرين الليل والنهار يرقبون السماء لتطهيرها من الطائرات الصهيونية. فكان من أهم الأعمال الحربية التي قام بها الجيش المصري الباسل أن استطاعت المدفعية المضادة للطائرات تسديد ضرباتها أثناء الليل إلى طائرة صهيونية فأصابتها وأسقطتها مهشمة. فهي الطائرة الصهيونية محطمة على الأرض. الطائرة الصهيونية بين الحراس. كما استطاعت المدفعية المصرية بعد قليل ان تصيب طائرة صهيونية اخرى وتجبرها على الهبوط سالمة على الارض، وقد اسر قائدها احدى الاصابات التي اصابت الطائرة. الطائرة الثانية. اللواء موسى باشا لطفي مدير العمليات الحربية يحضر استجواب الأسرى والتحقيق معهم. وهكذا يسجل الجيش المصري العظيم كل يوم نصرا بعد نصر. وإن ينصركم الله فلا غالب لكم. Thank you.